وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أن إدارة الأوقاف السنية تقدم خلال شهر رمضان المبارك عددا من البرامج والفعاليات المتنوعة والتي تتضمن حزمة من البرامج الوعظية والمحاضرات والدورات العلمية والمسابقات الدينية وبرنامج الختمات وبرنامج صلاة التراويح والتهجد لكافة الجوامع والمساجد. نحن في إدارة الأوقاف السنية جرت العادة أن نعنى بهذه المواسم، مواسم الخيرات والشهور المباركة بمضاعفة العمل، ولدى إدارة الأوقاف السنية عمل مضاعف فيما يتعلق بالميدان الدعوي والميدان العلمي. فعندنا مشاريع متعددة في شهر رمضان، بل قبل شهر رمضان عندنا برنامج تهيئة، هكذا أطلقنا عليه، جعلنا فيه مجموعة من الدروس على كافة مساجد محافظة مملكة البحرين، أكثر من 700 درس. كذلك قمنا 18 دورة علمية تعنى بأحكام الصيام. جهزنا 30 موعظة تلقى على بعد صلاة العصر على جميع المساجد والجوامع في مملكة البحرين، يلقيها أئمة المساجد. هذا في جانب التهيئة. في جانب القرآن الكريم أيضا وضعنا نصب أعيننا، هذا التميز الذي تزخر به مملكة البحرين بوجود عدد كبير من الحفاظ متميزين في حفظهم، متميزين في صلاتهم وأصواتهم. كذلك عندنا برنامج ختمات، عندنا 25 ما بين مسجد وجامع يختم فيه القرآن في ليالي شهر رمضان المبارك. عندنا برنامج تراويح، ونعنى في هذا البرنامج بالناشئة الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة، نمكنهم بالتعاون مع بعض أئمة المساجد يصلون في مساجد داخل مملكة البحرين. والسبب وجود هذا الكم الكبير من المتميزين من القراء ومن الحفاظ. على جانب المشاركة المجتمعية عندنا مسابقة عامة في تفسير القرآن الكريم، وعندنا مسابقة بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين، وهذا السنة الثانية تعاون بيننا وبين الجمعية، وشيء هذا لا شك أنه شيء يسعدنا ويسعد القائمين على هذه الجمعية للعناية بهذه الشريحة من أبنائنا المكفوفين. وهناك برامج أخرى سواء مع الأخوة الكرام في وزارة الإعلام في تلفزيون البحرين وإذاعة البحرين، تم تقديم عدد من البرامج اللي تقدم خلال شهر رمضان المبارك.